عندنا اتصال آخر، حميد من صلاح الدين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، شلونك يا حميد؟ رمضان كريم. علينا وعليكم يا رب، شلونك يا شيطان؟ الحمد لله تمام، أنا زينة إذا أنتم زينين إن شاء الله ومرتاحين. الحمد لله، والله الحمد لله، الحمد لله وشكرا. شلونك برمضان، زين؟ والله ما شاء الله الحمد لله زين. اوكي، عائلتك اريد اعرف يمك لا يساعدوك يعني؟ اي والله عائلتي كلها يمي قاعد. يعني هسه قاعدين كلهم يمك؟ كلهم قاعدين، احنا ما شاء الله من اول يوم رمضان دق عليكم ما داين حصل. يعني اليوم حظك حلو لانه حصلتنا صح؟ ان شاء الله يا رب. وان شاء الله حظك يصير بعد حلو اكثر اذا تربح ويانا. اهم شيء المشاركة وياكم. اكيد، كم نفر يمك يا حميد؟ والله يمتي عادي 6 نفرات. 6 نفرات وانت السابع يعني؟ اي والله. حلو، فريق حلو. الله يلا الله يحفظكم يا رب. نشوف المثل. الله يسلمك. شو يقول الحميد؟ المثل يقول كل من يحود النار كل من يحوز النار القرفته. عافية عليك يا حميد، والإجابة صحيحة، كل من يحوز النار القرفته. عافية عليك، تجاوزت مرحلة المثل، حنبيت المحبس إليك. بالبداية رصيدك هو 500 دولار وعندك 3 وسائل مساعدة. تنزل الستارة الحميد حتى نبيت المحبس إليك. يلا. ونقول بات يا حميد. انطق عظمة. اي. انطق ايدك اليسار. هذه ايدي اليسرى. ها؟ حميد الثبت؟ ان شاء الله ان شاء الله. عافية عليك يا حميد، ايدي اليسرى ما بيها المحبس، ممتاز. يلا بقت لك اليمنى وتتعظمات مال الكمبيوتر و3 وسائل مساعده يا حميد. انطق رقم 1. اثبت. والله ليش مساعدتك شايفاه. بعدنا بسم الله يا حميد وعندك 3 وسائل مساعده. يلا لا تصير مساعده. على راحتك انت، يلا نستخدم اول وسيله مساعده الحميد. رصيدك صار 400 دولار والعظمة حتنفتح لك هي 6. تلعب وخوش تلعب. تلعب وخوش تلعب يا حميد. ها حميد. انطق رقم 1. نثبت؟ ان شاء الله. انت مركز بس على 1، يلا خلينا نفتحه وان شاء الله مين يطلع بيه المحبس. عافية عليك يا حميد، وعظمة رقم 1 ما بيها المحبس، ممتاز. يلا ان شاء الله يا اختي. بقت لك ايد اليمنى والاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة ووسيلتين مساعدة. اخذ وسيلة مساعدة. نستخدم ثاني وسيلة مساعدة الحميد. رصيدك صار 300 دولار والعظمة انفتحت لك هي الأربعة. تلعب وخوش تلعب. تلعب وخوش تلعب، عافية عليك. انطق رقم 3. اثبت. والله ساعدينا شايفاه. اني ما اعرف والله. ها حميد. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نثبت يا رب. يلا ان شاء الله نطلع بها البات ونثبت على عظمه رقم 3 الحميد. ترجع باسم الشرقيه. للأسف يا حميد، للأسف للأسف طلع البات بعظمة رقم 3. يلا همشي المشاركة وياكم. أنا أشكرك يا حميد، شكرا جزيلا، تحياتنا لعائلتك، مع السلامة. عندنا اتصال آخر، محمود من السليمانية. أي نعم. مساء الخير عليك يا محمود. عليكم السلام. رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليكم. شلون الصحة؟
الحمد لله بخير. شلونك برمضان؟ والله الحمد لله زينين ماشي الحال. زينين؟ ان شاء الله. يلا اكو حد يمك يساعدك يا محمود؟ ان شاء الله موجودين العائله بسدي. يلا كلكم يعني؟ ان شاء الله ان شاء الله كلنا. محمود حضرتك انت من اي محافظه؟ قبل له يعني استفسر. لا لا قبل انه حضرتك انت منين اصلا؟ دياله. قبل دياله. ها من دياله. حلو. دياله المقدم. يلا اهلا وسهلا بك يا محمود. الله نشوف المثل شو يقول المحمود. بيضة اليوم احسن من دجاجة. بيضة اليوم احسن من دجاجة. باشر. عافية عليك والإجابة صحيحة يا محمود. منو غششك؟ والله أنا يعني أنا بجاوب. نعم لا أنا سمعت أوه. صوت يمك هو اللي غششك محمود. لا لا والله أنا يعني يلا عافية عليك عرفت المثل بطل. يلا الله حنبيت المحبس إليك يا محمود. بالبداية رصدك هو 500 دولار وعندك ثلاث وسائل مساعدة. تنزل الستارة المحمود حتى نبيت المحبس إليك. يلا ونقول بات يا محمود. ايه مساعدتك شوي انا بس. يلا بسم الله بسم الله. قول بسم الله وبلش يا محمود. بسم الله. اللي اقدر عليه اساعدك صدقني. ان شاء الله. ان شاء الله. والله ما اعرف شو اقول بالاول يعني انا ام دايخ. طقي ايدك اليسرى. هذه ايدي اليسرى. ايه. نثبت عليها نفتحها يعني؟ ان شاء الله نثبت. اكيد. والله ما اعرف انا هم دايخ بس يعني مساعدتك وياي. مساعدتك وياي. ها يا محمود. قول له ثبت حتى اطقها راسه. لازم اسمع منك كلمة يا اما نثبت يا اما متأكد. يلا نثبت. عافية عليك يلا. تلعب وخوش تلعب. لازم تقول لي منو يمك دا يساعدك دا اسمع صوت. والله بس انا يعني بس العائلة قاعدة داير ما يدوري وانا قاعد يعني من ذاتي انا. انا بعدين اخذ وسائل المساعده بس لسه اريد اطق العظمه الاخرى بعدين اخذ الوسائل المساعده. على راحتك انت يلا شو تحب نفتح لك اي عظمه؟ طقي عظمه رقم 2. نفتح عظمه رقم 2 نثبت يا محمود. ان شاء الله نثبت. نفتح عظمه رقم 2 المحمود وان شاء الله ما يطلع بها البات. عافيه عليك يا محمود. تلعب وخوش تلعب ممتاز. بعد هسه راح اخذ وسائل المساعده منكم. كم وحده تريد؟ كلهن وحده اثنين ثلاثه. راح اخذ ثلاث وسائل مساعده وانت شوفيها تطقي لي اياها. يعني ثلاثه هسه تاخذهن؟ ها؟ يعني هسه تاخذهن ثلاثتهن؟ حتى نفتح لك ثلاث عظمات؟ يلا. راح نبلش بعظمه. يلا اول وسيله مساعده راح تنفتح لك عظمة رقم 1. حلو. أما المساعدة الثانية انفتحت عظمة رقم 5. أما المساعدة الثالثة والأخيرة انفتحت عظمة رقم 4. حلو. تلعب وخوش تلعب يا محمود. رصيدك صار 200 دولار بعد ماكو أي وسيلة مساعدة. بقالك العظمات إيدي اليمنى والثلاثة والستة. مساعدتك وياي بس يعني والله. يلا اتقرب علي ايدي يا محمود. اليمنى؟ اي اي يلا. والله انت شو تقولين يعني بس ساعديني. يلا يا محمود انطقها ما بيها المحبس. يلا طقيها. عافية عليك يا محمود. ها انا اللي هنا ساعدتك. اما
يمه بس انا بعد ما اعرف. ها بقت يمك. ممكن صدقني محمود صدقني انا ما اعرف بيا عظمه المحبس. والله بحاجتين وعلى واس ساعدين يعني. انا ساعدتك من قلت لك قرب على ايدي معناته ما بينك بس اما العسل عظمات ما اعرف يا اما بالثلاثه يا اما بالسته البات. تسلمين ما قصرتي بس انت يعني شو تقولين مثلت مثل الان ما اعرف. انا ما اعرف حتى المخرج مدى يقول لي بيا عظمه. شو تقولون يا جماعه انت يعني؟ يا جماعه الخير. مسكته؟ احنا عدد العائله هنا قاعدين يعني اربعه تقريبا ثلاثه. انتم كلكم عددكم سبعه مو؟ ثلاثه. ها. اوكي. انتم ثلاثه وانت الرابع. ايه انا الرابع. حلو، زين منو يقول بالثلاثه ومنو يقول بالسته؟ بالثلاثه وما السته. اي. شوف كم واحد يقول بالثلاثة وكم واحد يقول بالستة. شو تقولون مثلي؟ أنا أقول بالثلاثة. والعائلة اللي يمك شو يقولون؟ والله هم هم أيدين وياي يعني يقولون. يلا يا محمود. أنا محمود صدقني. إي صدقني. والله ما تصدقني. يلا هسه منين حنجيب البات؟ والله انا اقول ما ثلاثه. نثبت يعني خلاص اكيد؟ والله بعد انت ومرتك انا اقول ما ثلاثه وعلى وين؟ شد محمود انا اقول ما ثلاثه ان شاء الله. انطيني الجواب نهائي، نثبت يعني يا محمود؟ ان شاء الله الجواب النهائي اكيد ثبت. للمرة الأخيرة أقول لك أكيد. ها يلا غير أقول عسل تحسن. أكيد. والله حيرت والله العظيم. أنا هم حرت وياك لأن أنت حيرتني. يلا ما طلعت هاي. خلص نثبت يا محمود. إن شاء الله نثبت وأنا على بالي تساعديني همين يعني. أنا لو أعرف كان ساعدتك. إي أنا قلت لك عدد أفراد الأسرة مالتنا ما أدري عاد. هسا ثبت على ثلاثة خلاص نجيب البات من عظمة رقم ثلاثة يا محمود؟ إن شاء الله. يلا نثبت على عظمة رقم ثلاثة وإن شاء الله يا رب يطلع بيها البات. نرجع باسم الشرقية. للأسف يا محمود. طلع البات بعظمة رقم ستة مو بالثلاثة. يلا اعتذر منك يا محمود وشاكرة اتصالك مع السلامة. عندنا اتصال آخر زينب من بغداد. مساء الخير عليك يا زينب. مساء النور يا أهلا وسهلا بك. شلونك يا زينب؟ هم زينب الحمد لله الحمد لله زينب. رمضان كريم عليك وعلينا إن شاء الله. شلونك يا زينب؟ الحمد لله. تتوقعين راح ابقى اقول زينب اني؟ لا لا يلا. مثل اول حلقه؟ اول مره اتصل انا يعني. نعم؟ اول مره اتصل. اول مره تتصلين، يعني مو مثلك زينب مال ذاك اليوم، مال اول حلقه. لا لا. يلا، شلونك بالامثال يا زينب بالمحبس؟ والله يعني. يعني زينه؟ زينه. خلينا نقول زينة. أول مرة تلعبين محابس؟ أول مرة بس أنا من تسألني يعني على شو اسمه الأمثال رأسا أجاوب. عارفة يعني أنت متابعة الحلقات وبدي تشوفون إنه الأمثال سهلة ورأسا تجاوبيها. لا لا متابعتها. حلو يلا. أكو واحد يمك يساعدك يا زينب بالمحابس؟ والله والله وحدي قلت يعني خلوني وحدي خليها على الله أتوكل على الله. يعني عائلتك عرفوا بيك إنه أنت متصلة. أنت رحت المكان بعيد عنهم حتى يشاهدونه؟ أني بغرفهم بالصاله. ها بس عرفوا بك انه انت متصله. ايه نعم. نعم حلو. نشوف المثل شو يقول زينب. المثل يقول الدهدر الجدر ولقى قوغه. حافي عليك.
يا زنوبة، والإجابة صحيحة. ممتاز، تجاوزتي مرحلة المثل. حنبيت المحبس إليك. بالبداية رصيدك هو 500 دولار وعندك 3 وسائل مساعدة. تنزل الستارة إليك يا زينب حتى نبيت المحبس. يلا. ونقول بات يا زينب. نفتح عظم رقم 2. نفتح عظمة رقم 2 نثبت يا زينب إن شاء الله. يلا نفتح عظمة رقم 2 زينب. للأسف يا زينب طلع البات بعظمة رقم 2. شنو هالحظ هاي من أول عظمة؟ أنا انصدمت. يعني عادي بالموت حصلت. يلا اتصليني بينا ان شاء الله باكر وعقبه، ان شاء الله يا رب تحصلين يا زينب. اعتذر منك. ان شاء الله، يعني حيل شكرا. انا انقهرت للاسف. يلا شكرا اتصالك يا زينب، مع السلامه. عندنا اتصال اخر، جهاد من بغداد. مساء الخير عليك يا جهاد. مساء النور. شلون الصحه؟ الله يسلمك. رمضان كريم. علينا وعليكم. طبعا صادق وادق عليكم انا. هم من اول حلقه حتقول له من قبل 5 سنوات. اي والله من اول حلقه. ممتاز، يعني انت متابع اول باول. اي والله كل يطلع مشغول. اي طبعا اكيد، لانه هواي ناس قاعد تتصل فاكيد تشوفها مشغول. تمام. انت من وين؟ من بغداد يا جهاد؟ من ابو غريب. من ابو غريب. من ابو غريب. تحياتنا لكم. يلا نشوف المثل شو يقول الجهاد. المثل يقول بيرة تشرب منها مي لا ذبي. شنو؟ البير تشرب منها مي لا ذبي. بس عادي ترى مو زين بنفسها. لا ذبي تراب. عافية عليك، الإجابة صحيحة. ساعدني الوالد. مو تراب. يلا نفس الشيء. عفوا. يلا والإجابة صحيحة يا جهاد، نفس الشيء. التراب أخذ حجر، ماكو فرق إن شاء الله. يلا نبيت المحبس إليك يا جهاد. رصيدك هو 500 دولار وعندك 3 وسائل مساعدة. تنزل الستارة إليك يا جهاد حتى نبيت المحبس. أوكي. يلا. ونقول بات. بس ساعديني ترى. ليش كلكم هيك من اول عظمه بعدكم ما فاتحين تقولون ساعدوني؟ بعدنا بالبدايه يا جهاد. والله شوي خايف. لا هسه عوف الخوف على جهه وركز ويانا بالمحابس. بس قبل كل شيء اكو حد يمك؟ ها؟ اكو حد يمك يساعدك؟ كلهم يعني؟ كم نفر تقريبا؟ والله 4. 4 ما شاء الله، الله يحفظكم. يلا الله يسلمك. هسه بشنو حنبلش يا جهاد؟ طق عظمة رقم 2. نثبت؟ ثبت. يلا نفتح عظمة رقم 2. عافية عليك. تلعب. ناخذ 3 وسائل مساعدة. نعم؟ 3 وسائل مساعدة. نستخدم ثلاثتهم؟ اي والله. يلا راح نبدي بعض ما بعض. يلا نفتح ايدي اليسرى اول شيء. المساعده الثانيه هي ايدي اليمنى، يعني خلصت من ايدي اليمنى واليسرى. اما المساعده الثالثه والاخيره هي الخمسه. تلعب وخوش تلعب. تلعب وخوش تلعب يا جهاد. رصيدك صار 200 دولار والعظمات اللي بقن لك هي الواحد والثلاثة والأربعة والستة. الواحد والثلاثة والأربعة والستة؟ اي نعم. بس ساعتين. يلا. انطق عظمة رقم 3. نثبت؟ بس ساعتين. انا ما اعرف،
لو بايدي كان ساعدتك، بس المشكله انه انا ما اعرف. يلا ثلاثة نثبت؟ يلا نثبت، يلا نثبت على العظمه رقم ثلاثة الجهاد، وان شاء الله ما يطلع بها البات ان شاء الله. ضاع البات ما ظن بعد تلقونه. للاسف للاسف يا جهاد طلع البات بعظمه رقم ثلاثة. اعتذر منك يا جهاد وشاكر اتصالك. حاول تتصل بينا مره ثانيه وان شاء الله تربح بالحلقات القادمه. عندنا اتصال اخر، اسلام من بغداد. مرحبا. مساء الخير عليك. مرحبا، شلونك عيني؟ الحمد لله تمام. حضرتك اسمك اسلام؟ رمضان كريم اسلام. شنو هالاسم هذا الحلو؟ ما شاء الله. تسلمين. من سماك؟ الاحلى. بابا. بابا. حلو. يلا، شلونك بالامثال بالمحبس يا اسلام؟ زينة. زينة لو زوينة لو مو زينة؟ زوينة. زوينة يعني نص النص. زين اكو احد يمك زين بالمحابس؟ اي وياي العائلة. كلهم. كلهم يعني؟ اي كلهم ممتاز. موجودين. يلا حتى يساعدوك شوية بالمحابس. بس كلهم خالتهم هدوء بدون صوت قلت لهم. عافية بالتعاشر، الواحد واثنين والاربعة والخمسة مو؟ يلا نشوف المثل شو يقول الاسلام. المثل يقول فال الله ولا فالك. عافيه عليك يا اسلام والاجابه صحيحه، ممتاز. يلا تجاوزت مرحله المثل، حنبيت المحبس الك، رصيدك 500 دولار وعندك ثلاث وسائل مساعده، تنزل الستاره الاسلام حتى نبيت المحبس الها. نقول بات يا اسلام. نبقي ان شاء الله العظمه رقم أربعة. نثبت؟ تخوفيني نقول نثبت. انا من اقول نثبت او متاكده مو غايتي اني اخوفكم صدقوني، بس لازم اسمع من عندكم كلمه نثبت او متاكده حتى خلاص نفتح العظمه. يلا هاي أربعة. نفتح عظمه رقم أربعة الاسلام، ان شاء الله ما يطلع بها البات. عافيه عليك. افتح عظمه ليش اليمنى؟ هذه ايد اليمنى. نفتحها؟ ايه يلا. عافيه عليك. اذا بيها محبس قولي لي ساعديني. ناخذ مساعده؟ نستخدم اول وسيله مساعده الاسلام، رصيدك صار 400 دولار والعظمه حتنفتح لك هي ايدي اليسرى. خلصتي من ايدي يا اسلام. بقالك الواحد والاثنين والثلاثه والخمسه والسته ووسيلتين مساعده. نفتح عظمه رقم ثلاثه. نثبت. مو اقول لك اخاف من تقول لي نثبت؟ ارجع واقول انه انا مو غايته اخوفكم. يلا ثلاثه. نفتح عظمه رقم ثلاثه، انا بعد ما اقول لك نثبت خلص راسا نفتح. نفتح. عافيه عليك. ممتاز. مساعده. تلعبين وخش تلعبين. مساعده ثانية. وسيله مساعده اسلام. العظمه حتنفتح لك هي السته. بقالك الواحد والاثنين والخمسة ووسيلة مساعدة واحدة أخيرة. بعد مساعدة؟ نستخدم آخر وسيلة مساعدة الإسلام. رصيدك صار 200 دولار والعظمة انفتحت لك هي الواحد. بقالك اثنين والخمسة، ومنين حنجيب الباد؟ لا تقولي لي ساعدني. أنا ما أعرف من هسه. نعم. شو تقولين؟ اصلا اجيب العائله كلها اخليها تهجي تقول يعني الريده من عندكم؟ لا المفروض تساليهم انه منين حنجيب البات؟ لازم يساعدوك يا اسلام. اسالهم؟ اي ضروري. انا بالنسبه لي انا يعني شاكه بطمة اثنين بس هم بعد ما اعرف خليني اقول لهم يا يلا سيبهم تمام. لازم يساعدوك يا اسلام. يا محبس. قصدك يا محبس. يا محبس تقول يا
ابني يقول لك يا محمد. ها حسوني منين حنجيب الباص؟ كيف فادي؟ هلا حبيبي شلونك؟ بالخمسة. قبل شوي قلت الاثنين، هسه اثنين لو خمسة يا حسوني. أنا بدي أفوز وياكم. حبيبي إن شاء الله يا رب تفوز ويانا، بس لازم تقولي منين حنجيب البات. خمسة. أكيد نثبت؟ هو يقول لي بالخمسة. حضرتك شو بالواحد؟ بالاثنين. أنت شاكة بالاثنين. وابنك يقول بالخمسة. وأني أقول ما أعرف. هسه أنت شو تقولون؟ آخذ الاثنين؟ أنا ما أعرف يا إسلام صدقيني، يعني حتى هما من يقولوا لي لا المخرج ولا أي أحد. يا معود يا مخرج يا أستاذ وسيم. هسه شو نقول اثنين؟ ما أعرف يا إسلام، لازم أثبت على فد عظمة. يلا أنا ابني قال بالخمسة، خليها على الخمسة. يلا نثبت على عظمة رقم خمسة، وإن شاء الله يا رب يطلع بها البات. يا ربي يا رب. ترجع باسم الشرقية. للأسف للأسف رأسا انقطع الاتصال. خسرت ويانا اليوم إسلام، شاكر اتصالك، مع السلامة. ويا إسلام رح نختم حلقتنا لهذا اليوم، انتظروني غدا بنفس الوقت بإذن الله، مع السلامة.